هل من يموت بالهدم في غزة يجمع له شهادة الهدم وشهادة الموت في سبيل الله من عدو؟ الشهادة في سبيل الله من مات لرفع كلمة الله مقبل غير مدبر، سنة لله جل في علاه. قد تجد سنضعف في بعض المعاني، وفرق بين من مات تحت الردم، تحت الهدم والمبطون والغريق، والمرأة التي تموت بالجمع بنفاس عند الولادة. فهذا الصنف شهيد آخرة وليس شهيد دنيا. فمن يموت تحت ردم أو بغرق أو مبطون أو امرأة تموت بجمع، فهذا عند الله شهيد، وفي الدنيا نغسله ونكفنه ونصلي عليه، فهو في الدنيا ليس أحكامه أحكام الشهيد. أما من مات في المعركة فهو شهيد دنيا، وقد يكون شهيد آخرة وقد لا يكون. فإن مات في المعركة ونيته فاسدة وليست نيته إلاء كلمة الله، فهذا شهيد دنيا وليس بشهيد آخرة، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. فإن مات في المعركة لإعلاء كلمة الله فهو شهيد دنيا وشهيد آخرة. إذن الشهادة ثلاثة أنواع: شهيد دنيا وآخرة، شهيد دنيا وليس بشهيد آخرة، وشهيد آخرة وليس بشهيد دنيا. الشهادة ثلاثة أصناف: دنيا وآخرة، دنيا دون آخرة، وآخرة دون دنيا. وهذه أحكامهم عند العلماء. فمن مات تحت هدم وهو يقاتل في سبيل الله سبحانه وتعالى فهو له الشهادة الرفيعة الأرفع. ما هي الشهادة الأرفع؟ الشهادة الأرفع أنه شهيد دنيا وشهيد آخرة. وأما من مات تحت الهدم فقط فهو شهيد آخرة فقط، هذا له الأرفع، فهو دنيا وهو شهيد دنيا وهو شهيد آخرة معا. والله تعالى أعلم.